يبقى كده البطن اتقسمت الى كام ربع؟ أربعة ولا تسعة؟ خلنا تسعة يا دكتور. بمناسبة اليوم الوطني. تسعة. بمناسبة اليوم الوطني. بس هنبتدي الوجبة الأول نسخن. الله يرفع قدرك. فلو بعد كده أنت الساعة. بعد إذنك يا بروف بنطلعك معانا في التلفزيون. لا مش عايز تلفزيون. أنا بحب الراديو من تحت لتحت كده. الجيل بتاعنا الراديو. يلا. راي تابر كوادرا. أيوة. ليفت. كسروا لا لا بالراحه بالراحه يحس بضغطه بس لا انا عايزكم زميلكم يتكلم وانت عينك عليه وايدك على بطنك عشان اسمها سيرفيس انا The abdomen is divided into four quadrants by midline vertical through the umbilicus transverse vertical trans umbilical plane يبقى عندي كام ربع يا ابني كوادرانت يا اسمع كلامه ليه رايت ابر على جسمك على جسمك رايت ابر ايوه رايت رور ماشي لفت لفت ابر لفت ابر رايت لور لفت لور بس ذس از وان واي ليه بقى يو وود لايك تو لوكالايز ذا ابدومينال كونتراكشنز فهتقول مثلا ذا ليفر لايز ان رايت ابر كوادرانت رايت ابر كوادرانت رايت ستومك لايز ان طيب ذا سيكم اند ابندكس رايت لايز ان طب سيجمويد كولون ليفت لور سهله كده يبقى العلماء لما جم يقسموا البطن فور ديسكريبتيف ليه بقى يقول لك ان فين مكان الليفر وين ذا ليفر وين ذا كيدني وين ذا ابندكس وين ذا سبين خلاص يا ولاد فقال لك one way to divide the abdomen is divided into four quadrants. مين تاني يتطوع يودين الفور quadrants؟ عبد العزيز. يلا عبد العزيز ورد. لا هذا مش الشباب اللي وقعنا. خل عبد. عبد يتطوع ايه اسم بطن اربع تربع؟ هذا السكينة معايا خد وقتك. يلا. اقطع. رايت ابر كوادرانت. ليفت ابر كوادرانت. رايت لور كوادرانت. لا انت شوف حاطط ايدك فين يا كده من برا انا شايف انك انت طالع برا يا ابني برا هنا هنا صور ايوه هنا 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 وين يا فهد هذه وش يا فهد هتقسمها ازاي؟ خط الامبيلكس من الامبيلكس خط كده ميدلاين فيرتيكال وثاني هورزنتال This is one way of division فجه هاني قال لك لا ده احنا نسيبك مكان احنا انت الساعه خلاص هنقسمها بطريقه ثانيه بص يا ولاد انا هبتدي اخد واحد فيرتيكال اسمه ميد كلافيكولار لاين في المي فروم ذا ميدل اوف ذا كلافيكل وننزل لتحت فيرتيكال ميد كلافيكولار لاين يبقى انا عندي رايت وليفت ميد كلافيكولار لاين مش كده ممتاز طيب عندي من تحت ايه بقى في حاجه اسمها ترانس بايلوريك ترانس بايلوريك يعني ايه ترانس بايلوريك من اسمه كده ترانس عايز البايلوريك اللي هي ال1 ترانس بايلوريك بلين ال1 خلاص ومن تحت اللي هو ننزل حاجه اسمها اللي هو انتر عارفين انتيريو سبيريت سباين كان يعني في هي فيها انتر تيبيكولار اللي هي اباف ذا انتيريو سبيريت سباين يبقى انا كده قسمت خطين بالعرض وخطين بالطول يبقى انا كام عندي 3 من فوق و3 في النص و3 من تحت او العكس 3 يمين و3 في النص و3 شمال فهاخد اللي في النص دي يا اولاد وكلنا مع بعض كده دي منطقه ايه ودي منطقة الامبليكس ريجن واللي تحتيها لا ليها اسمين هايبو جاستريك يعني هايبو جاستريك هايبو جاستريك او ليها اسم تاني سوبرا بيوت ولا تاني ها انا سامع مش سامع برضه هنا هنا مور لوكاليزيشن مور لوكاليزيشن فعملت الهايبو جاستريك احنا عندنا حاجة اسمها هارت بيرن هارت بيرن دي عيان يقول لك الحته دي حرقاني الحته دي وجعاني ما في انديجيشن فالحته في المنطقه دي فاسمها ايه بجاستريك خلاص فهنا يبقى نتوقع ايه اللي ممكن يكون هنا فيها البنكرياس والاستومك والاسوفاجس اللي هو الاسوفاجس ممتاز ليفر طبعا ليفر مين تاني من بعد سكن انا كشوف الكوره تحت شويه ترانسفيرس تأكد يا دكتور الكولون ترانسفيرس كولون ذا بوزيشن اوف ترانسفيرس كولون فيري دايركت ليه بقى لان فيه المزنتري مش تنزل
تتحرك وينزل لتحت. يبقى لما سعادتك تنام العيان وتكشف عليه يبقى هنا موجود ايه؟ وين ذا ديفرنشال وين يا فهد؟ لما العيان يجي لك لما العيان يطلع لفوق ويشتكي من الجاستري بين اللي هي الهارت بين خلاص حط في دماغك قول يا ابني قول نمره واحد ايه؟ الاعضاء اللي موجوده في المنطقه ستومك يبقى اول حاجه ممكن يكون عنده مشكله في الستومك عنده ممكن ألسر ممكن ألسر جاستريك ألسر او الديوتينم ديوتينم ألسر الاثنين بعد كده نقول عنده مشكله بنكرياس ليفر بنكرياس ها ايه تاني بس نجيب بنكرياس نضرب واحد ممكن عنده جلد ليفر وترانسفيرس كولون وليسائل وسوفيجاس اللي هو الجلد كل ثلاث حاجات يا اولاد سوفيجاس يكمل ستومك يكمل ديوتينم فأي مشكلة في الثلاثة دول هيجينا في حاجة مهمة جدا انت مش عاجبك الكولون اصل انا لسه قاري ان في بعض الاحيان الترانسفيرس كولون ده مكان يا ولاد عجيب وغريب فيري فاريبل مرة ينزل في البلفس ومرة يبقى في السوبرا بيوبك ومره في الامبلايكال ريجن ومره يبقى في الابر ريجن خلاص وقريت حاجه غريبه انه ممكن كمان يطلع لغايه كانه فوق الليفر فعشان كده ذا بوزيشن اوف ذا ترانسفيرس كولون از فيري باد بص يا اولاد كل حاجه ليها دليل وانا معايا دليل الصوره عاملين بيعملوا اكس راي فالاكس راي دي راحه لقى في حاجه غريبه في حاجه كده بلاكش دايما الكولون عاده فيها هواء يا اولاد والهواء في الاكس راي العاديه بيبقى اسود فلقوا في حاجه فوق الليفر كده فالمهم بعد كده عرفوا ان دي ترانسفيرس كولون فترانسفيرس كولون خوان عارف الخوان يجي في اي مكان خوان يجي في اي مكان وصلت عشان كده في الديفرنشال دايجنوز بتاع الهارت بير اوعى تنسى الكولايتس اوعى كولايتس يعني ولا انفلاميشن كولون خلاص مين اللي هيطلع هنا ويجي هنا الوحيد اللي هيجي هنا ياكل الكولون الوحيد ترانسفيرس لانه هي ينزل يطلع هو هينزل ويطلع فين في مكانه في الابدومن وليه بيتحرك لو ربنا عامله مزنتري فيتحرك كما يشاء خلاص يا اولاد في حاجه تانية مهمه جدا انا عايز اسمعها بس ما حدش قال لي عليها هو واتش هي الفين الفين البورتال الابدومينال ريجن دي بناخدها عشان انت تفكر في حاجه اسمها وير از ذا ليجن وير از ذا ديزيز لو انا عندي جلع عيان وعندي وجع هنا ها وين في ليه بيجسر يا مان اللي بيجسر فين اللي بيجسر بتاعك يعني ايوه هنا بنزل تحت شويه ها يبقى هنا فين بقى هنا مكان ايه هارت يا سلام الناس اللي عندهم انجينا بيكتورز او ميكارد انفاركشن عارفين الناس اللي عندهم ميكارد انفاركشن وانا يمكن قلت القصه دي لحد منكم جاست انديجيشن الحته دي يعني تعبان شويه في فيلينج اوف ديسكمفورت او بيرنينج سنسيشن او بيسموها انديجيشن وساعتك تعمل له اي سي جي لازم الاي سي جي لازم اي حد شباب زي كده وجالك وعنده هارت بير هتخسر الا لو كان الاي صحيح. والقصة الشهيرة ما عرفش قلتها لكم ولا لا نعم لم تنبيها قلتها لكم يعني؟ نعم يعني ما قولهاش؟ لا لا تقولها هذا على ما قلتهاش يعني نوع من ال يعني من الديسكومفورت لا لا خلاص احنا عندنا ساعة خلاص يا ولاد طيب لو قلنا المنطقة دي هنا خدنا اللي بيجسر المنطقة دي هنا الرايت رايت هايبردري ايوه كده رايت ايه هايبوكون رايت هايبو ايه اللي موجود هنا ليفر وبيلير سيستم جول بلادر جزء من الكلى وكدني يعني ها ايه تاني وممكن نلقى ترانسفيرس كولون ترانسفيرس كولون ده لسه قايل ممكن يطلع فوق ها في حاجه ثانيه بنسمعها دايما بص يا ابني انت طبيب والطبيب ده مش بتاع يقول لك انا بتاع البطن بس بتاع نسى بس وبتاع التاني يقول لك انا بتاع القلب بس هو ايه اللي هنا؟ لانج يا ابني لانج وبلورا وشيست وول دايما اوعى تنسى كده اوعى تنسى كده ماشي انت عارف الدافرام جاي ازاي؟ جاي كده يا ابني يبقى قدامه لانج وفي لانج ومن ورا لانج ايه بس انه يفصل بينها وبين الدافرام بص يا ابني انت كل بص انا عايزك ثينك برودلي
think broadly. انت عندك بص يا ابني عندك بني ادم جاي لك، مش واحد، مش جي اي تي جاي لك. انت عايز تفكر في كاز دكتور ولا از جي اي تي؟ لا والله لو جالك عيان هنا، احنا واحنا واحنا طلب زيك كده بنتعلم، كلنا بنتعلم. فانا الراجل ده جاله، الراجل ده جاله هنا فين هنا، فهنا في الحته دي رايت هايبوكوندريا. سلامتك يا فارس، ما تشوفش هنا في ايه بقى. اذا كنت عايز تفكر كويس بص كده، يا اما تاخدها من لايرز يعني من السوبرفيشن للانترميديت سكن. ممكن، ما هو ممكن يكون ايه اللي بيجي لنا في السكن. تسمع عن هيربس زوستر؟ نعم معروف، فيري بينفول. وبعدين لما يظهر وسعادتك تشوفه عشان يدينا الفيزيكال كاركترستيك، بس في الاول يقعد يومين ثلاثه فيري بينفول، في وجع هنا، في الم هنا، بس ايه هو مش شايف حاجه. فده السكن. صاب كيوتينيوس تشو اي حاجه بقى، فاهم قصدي؟ بعد كده هاي المصل، بعد كده الريبس اللي هي والانترفيرس المصل، بعد كده هنخش على خش بقى حاجتين، تبتدي بلورا ولانج. لان مين اللي سوبرفيشال؟ بلورا ولانج ولا الدايفرام؟ بلورا ولانج ايوه، عليه يا ابني بيغطوه من قدام مش كده. بعد كده خدنا كده ايه الشست، خلصناه، دخلنا على الدايفرام. طب تحت الدايفرام ايه؟ ليفر وجول برادر. وهنا بقى في حاجه دايما دايما يا اولاد عشان ما تاخدوش بالنا، دايما في حاجه في الليفر فوق الليفر بس احنا مش واخدين بالنا منها، في الريتيك سب دايفراجماتيك سبيس. سب دايفراجماتيك مش سبيس واحد، سبيسز. بس طبعا ما بنقولش الكلام ده لان ما فيش، لما بتاخدوا الليفر بيكونوا لسه سب دايفراجماتيك سبيسز. احنا واحنا صغيرين في كده عيان بيشتكي لنا مشاكل، وانا درجه حرارته سخن يعني فيفر، وعنده جنرال كونستيتيوشن سيمتوم يعني حاسس تعبان مهدود مش قادر ياكل كده، وعنده سخونه، وعمال ادور بقى بكشف عليه من راسه لساسه يعني من فوق لتحت فروم بيتو تو من راسه لساسه. نعم. ومش لاقي اي صديق، يقول لك باس نو وير. يعني ايه باس نو وير؟ مش عارف ادور عليه، مش عارف باس اني وير في اي مكان، بس العيان عنده مانيفيستيشن اوف انفكشن بس اندر ذا ديفر. يبقى في مصيبه والصد دي. عشان كده انا وانا طالب زيكم بس كنا بناخد جراحه، كان عندنا سؤال مشهور ايه، خلي بالك يا ولاد في سؤال جاي ايه سب دايفراجماتيك سبيسز، لان فيها خلاص. نرجع تاني، يبقى خلصنا من الريجون. طيب انا في حته مشهوره هقولها وبعدين حته ثانيه وامشي. هنا يا ولاد لا هنا تحت رايت إليك فوسة. يبقى بص يا ولاد هنا رايت إليك فوسة وليفت إليك فوسة، واللي هنا في بالنص بينهم سوبرا بيوبك او ليها اسم تاني عشان لو قريتوا الاثنين هايبوكاستر او وين يا عبد العزيز؟ طب انا يهمني في الرايت إليك فوسة عندي حاجتين مهمين جدا. ابندكس والابندكس طالع منين؟ طالع من السيكس. اوعى تنسوا الاثنين دول خلاص يا ولاد. وعشان كده برضو من ضمن الحاجات اللي هناخدها بوزيشن اوف ذا ابندكس، فنقولها بالمره عشان نخلص بوزيشن اوف ذا ابندكس. حد فاكر؟ ايوه اللي كده ريتروسيكال. ريتروسيكال موست كومن بار. يعني ايه ريتروسيكال؟ يعني ورا السيكل. طب وليه هي ورا يا ولاد؟ من دسها. ايوه موفابل. ليه ربنا خلاها موفابل؟ مغطيه بالفيزرال ميزنت. هو ملوش ميزنت لكن مغطيه بالفيزرال، يبقى السيكم كفرد وذ ذا فيزرال بريتونيوم، وبالتالي في مساحه جوه تحتيه او وراه. عشان كده نمره واحد بريتروسيكل، نمره اثنين سبسيكل. ها بعدين في بلفك. بلفك بلفك يعني ايه بلفك؟ ابندكس. وقعت في الترو بلفس، نزلت في الترو بلفس. ايه اللي نزل منها؟ الهيد. هي ملهاش هيد بس انا فهمت قصدك. فري بارت بتاعها. خلاص يا اولاد. ايه تاني؟ سب سيكل وبعدين بري اريال وريترو اريال. تسمع عن سب هيباتيك ابندكس؟ سب هيباتيك تسمع؟ لا في من الحاجات الكونجينيتال انوميليز. هو ربنا سبحانه وتعالى خلقه والمفروض السيكم ينزل لتحت وينزل مع البلبس، ما نزلش لتحت السيكم فبقت كده. دي من الحاجات اللي يبقى احنا عندنا حاجتين. الابندكس يا اولاد عرفنا اكتر حاجه ريترو سيكا، هذه هي كلينيكال بيكتشر لوحدي.
لابنسك دي عجيبة عجيبة وغريبة بقى. احنا كلنا بنسميه مش انا طبعا اساتذتي واللي اكبر من السهل الممتنع سهل واحيانا بتبقى فيري ديفيكولت يعني الديفرنشال دايجنوز بتاعها كبير جدا. ده هي ممكن تاخد حاجة في الابدومن اكيوت ابدومن وممكن في البلفس اكيوت فاهم وممكن تطلع لليه صاب هيباتيك عمالين ندور ده في الليفر وفي الاخر خالص. دلوقتي الامور سهلة جدا ام ار اي او على طول او الترا ساوند ونلاقي السيكم فوق السيكم ما علامة الابندكس ايه السيكم السيكم فوق يبقى الابندكس فوق يبقى صاب هيباتيك خلاص يا ولاد. والبلفك البلفك دي جيرانها واحد اثنين في واحد اثنين جيرانها وخصوصا البنات فبالبنات بحط اوفر في الولاد بحط يوريتر يبقى any affection of the ovary ممكن في الرايت سايد في الرايت سايد لان الابندكس فين مشكله في الرايت سايد هيدينا عشان كده البنات خلي بالك يا ولاد البنات اللي هم خلي بالكم اوفيوليتد اللي هم بيبيضوا البنات بتبيض صح ولا انا كلنا بنبيض بنات خلاص فمشكله في الميد سايكل بين الميد سايكل بين قد يصل الى ابندسايتس ساعتك بتشخصه ابندسايتس والبنت تتفتح وتعملها ابندكتومي وهي عندها بس ميد سايكل فبليز بليز بليز اتعلمنا كده واحنا بننقل الكلام اهو ايش اي بنت تجي لك في الميدل ايج ومنستريتنج وطبعا في ساينز اوف اوفيليشن فكر في الاوفيليشن لان دي اسمها ميد سايكل بين ميدل شميرز بين ميد سايكل بين فشوف الابندكس. طب اي حاجه ثانيه في اليوريتر يوريتر لان اي يوريتريك كاليكيلاي وسبازم اوف ذا يوريتر هدي لك بين ساعتك تشخص ابندسايتس تفتح الولد او البنت تلاقي الابندكس نورمال نوت انفليمد. امال ايه المشكله ده في ستون في اليوريتر او سبازم في اليوريتر او قلنا البنات الاوفري رايت اوفري محدش طيب هنا في المنطقه دي يا ولاد اسمها ايه هايبر جاستريك ريجن اللي هنا ده ولا بلادر وعشان كده لما بعض الناس كده لما يحس ان هو عنده ريتنشن كده وقعد فتره ما يخشش الحمام يخبط هنا ده يورينر يخبط هنا يحس بايرج تو او ديزاير تو يورينيت خبطته كده. الناس بيجي لنا ناس عندهم حاجه اسمها ريتنشن اوف يورين ريتنشن خصوصا سواء ايلدر اي او 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 الناس اللي عندهم انتر ريتارديشن او او الالتر ليه عشان عندهم بروستيت بناين بالهايبربليزيا اوف البروستيت او عندهم مشاكل تانية اي حاجه حسب المرض اللي بيجي لك. فهنا اي حاجه هنا تلاقي ذا بلادر از ا بيلفي اورجان ناو بيكمز بيلفي ابدومينال اورجان بيلفي ابدومينال ماس خلاص يا اولاد. ودي تخلوا بالكم في ثلاث حاجات عشان برضو في المنطقه دي احنا قلنا ايه الجاستريك امبلايس هنا بص انتوا عارفين الامبريولوجي فاكرين الفور جات والميد جات والهايند جات بيقول لك ايه ان ذا اورجانز اوف ذا فور جات جميل لا 2/3 دي ما حباش 1/3 ولا 1/3 الى الاند اند اوف ذا 1/3 ماشي قولوا لي يا ريدنا ايوه يا ابني ربنا يكرمك يا محمد قول يا محمد بعد شوف بعد فتحه 1/2 امبولا وفاتر لهم حاجتين ايه هما الحاجتين اللي بيفتحوا بايل داكت والبنكرياتيك ميجور بايل داكت ميجور لان في واحده ثانيه ماينور والثانيه اسمها بنكرياتيك بعد كده يبقى افتر ذا اوبننج اوف كذا خلاص كده. طيب يبقى اذا اني ديزيز انفلاميشن اوف ذا هناخد بقى كده يبقى ياخد الابر بارت اوف ذا ديدم اللي هو قبل فتح الكذا اللي هو الجزء من الفيرست بارت الفيرست بارت وجزء من السكند بارت ومعاها كمان البنكرياس ومعاها كمان الجول بلادر والليفر ومعاها كمان الاستومك والديدم واللور اسوفيجس مش كده كل ده من فور جات. يبقى الاول اللي هيحصل فيه انفلاميشن هيديني حاجه اسمها فيزرال بين. فيزرال بين يا اولاد اتجمع هنا في الايبيجاس العيان يحس ان في بيسموه فيزرال بين او بنسميه ريفيرد بين. والفيزرال بين الكاركتر بتاعته ايه؟ وات از ذا كاركتر اوف فيزرال بين؟ ال ديفاين فيج ال ديفاين نوت ويل ديفاين ال ديفاين جاست فيج ديسكمفورت بين وات ايفر بيرن مش قلنا لك هارت بيرن هنا وقلنا الهارت بيرن 1 2 3 4 مش قلنا فيه ليفر
ها وفي الاستومك والجدنم وفي الاسوفيجس مش كده. وقلنا في كمان عشان الهارت هنا موجود يبقى في هارت, وعشان اللانج اللي هو البيز اوف ذا لانج في بلورا لوريزي, وفي كمان لانج لو كان في ايمونايز. فاذا اللي يبقى جنرالي ذا ستراكشر ذات اوريجينيت اور ديفلوب فروم ذا فورجات لما يحصل فيها انفلاميشن ريفيرد بين ان ذا ريجن اوف ذا ايبيجاستري. ده اسمه ديفرنشال دايجنوز. يا ولاد جاي لك عيان وعنده وجع في المنطقه دي, هارت بين ولا ايبيجاستري بين ولا انديجيشن, يبقى خلي بالك من كل دريفتر دكتور كده. اسمه ديفرنشال دايجنوستس. انا بفكر كدكتور المرض ده في حاجه يا ولاد انا اتعلمتها بس بالذبح لما اتقطعت رقبتي ومت وبعدين اتعلمت. مهمه جدا ديورنج اكزامينيشن. بس انتوا هنا متدلعين قوي 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 خلاص. طيب فهنا في حاجه اسمها اناتوميكال دايجنوستس. يعني وير ذا ليجن, هل هو في الاستومك ولا في الهارت؟ الاثنين واحد. هل في الاستومك ولا في الديو في الاسوفيجاس؟ هل في الاستومك ولا في الديودنم؟ شايفين اسوفيجاس استومك ديودنم. هل في الاستومك ولا في الليفر؟ هل في الاستومك ولا في الجول بلادر؟ كل دي ديفرنشال دايجنوستس لازم انت لان الطب واحد. يا اما كوريكت دايجنوستس ان شاء الله عرفت السبب. اذا عرف السبب خلص الموضوع. معظم الطب يا اولاد ما تقدرش توصل لسبب. فهنا بقى نبدا نتكلم. وكل النظريات بقى نظريات كتيره. خلينا في هاني يحط نظريه, عبد العزيز نظريه, رياض عبد نظريه, اي حد ممكن محمد في نظريات كتيره. نرجع تاني the structure that develop from the mid gut. عارفين الميد جات اللي يطلع منه؟ معروف. عاده الميد جات ومن ضمنهم الابندكس والسيكم يونت. الابندكس البين بتاعها فيزرال بين ان ذا ريجن اوف بيري امبليكال ليجن. ان ذا ريجن اللي هو ايه؟ امبلايكال ريجن. عشان كده في الابندسايتس في كل كتب في الدنيا البين الاول بيبقى بيري امبليكال وبعدين شيفت تو ماكبيرنز بوينت. ليه بقى؟ عشان النيرف. عشان النيرف. ايه بقى؟ هضيع وقتكم. في البدايه يكون فيزرال. عشان كده فيزرال يبقى ريجن اوف ذا امبلايكال فيزرال. يعني ايه لما ايه؟ لما تنفخ. لا تنفخ. لا لا سوماتيك. هاو وايش ما بقى السوماتيك دي؟ صح كلامك صح. يبقى الاول فيزرال صح وبعدين سوماتيك لانه هو هياخد البارايتال البريتونيوم. يبقى الاول فيزرال بريتونيوم. ما دام فيزرال بريتونيوم يبقى سريجو هيدينا بيري امبليكال فين. وبعد كده بشويه لما وصل للبارايتال هيدينا شيفت تو ذا ماكبيرنز بوينت. هنعرف ماكبيرنز بوينت طول انتيريور سوبيريور ليك باين والامبلايكس خد خط. يعني زي كده يعني خد خط زي كده وريني بسم الله كده. وبعدين هي 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 فين بالظبط؟ تو ثيرد يعني لاترال ولا ميديا؟ لا لا لاترال يعني بين الثيرد والتو ثيرد. ولا انتوا عبستوها يا ولاد؟ تو ثيرد كده. والله ما ادري يا دكتور ايش رايك؟ حد يساعدنا من الشباب الحل. انت الضحيه. انت مستخبي ورايا ليه؟ والله ما بس ورا. مين يعرف ماكبيرنز بوينت يا ولاد؟ الراجل ده قال لنا مفتاح رهيب جدا. وانا مش عارف يعني شكلي كده اتلخبطت. انا اللي غلطان طبعا. انتوا صح. ها انا زيكم. ها ها قلنا ترجع خلاص صوره معاكم خلاص. ماكبيرنز بوينت السيرفس اناتومي رهيب جدا جدا جدا. والهدف منه طبعا اللي هي الابندسايتس. تندرنس في الماكبيرنز بوينت يا اولاد لما تضغط على العيان في الماكبيرنز بوينت في حاجه اسمها ريباوند تندرنس. ما اعرفش خدتوها ولا لا. قلت له ايوه ليه؟ خدتها؟ لا ما اعرفش اصلا. اصل انت احنا لسه في الاول يا اولاد فعشان كده يمكن انا ممكن يصير له ريباوند تندرنس. دي لما نضغط على الماكبيرنز بوينت لما بريشر عليها ومره واحده سادن ريليز العيان يجي له بين لانك انت بتعمل انديوس بين اوف ماكبيرنز اللي هو سوماتيك. خلاص يبقى اسمها ريباوند. خلاص يا شباب
يبقى احنا خدنا ماكبيرنز بوينتس. فاضل لي حاجه تانية من الحاجات اللي هي لور اللي هي الهايند جات. هايند جات بين، لو عندي هايند جات انفلاميشن. هايند جات يعني ايه يا اولاد؟ اخر شيء تحت من من السيكم. انا اسمع دكتور. هايند جات، هايند بيهايند. يا هايند جات يعني ايه اللي يطلع من الهايند جات يا ولاد؟ اللي بعد السيكم. لا 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 استأذنك بس عشان في استأذنك واحد بس بيتكلم، واحد بس بيتكلم، واحد يتكلم معنا. عبد العزيز على الترجمه يا شباب. اهو انا ما اقدرش اشيله بقى. اهو يلا قول يا هاي دكتور. من 2 ثيرد اوف ذا كورنر. ويتش 2 ثيرد؟ ترانسفير. ليفت ثيرد. ليفت واختلف لكن ليفت ثيرد. ليفت ثيرد وبعدين ينزل لتحت سيجمويد. ديسندينج. ديسندينج وبعدين سيجمويد. سيجمويد وبعدين ريكتم وبعدين يس. قلت رهيبه. ريكتم صح؟ الريكتم هو طيب. ايوه بعد والابر فيه فيت اللي هو هذا من الاثنين ما هو من الريكتم. ابر ايه؟ ابر اين كان؟ ابر اين كان؟ انا اللي عايزه. لو قلت لور باظت الدنيا خالص. اللي هو انا من الاثنين من الاثنين صح كده. يبقى كل المنطقه دي ابر اين الكنال او ريكتم او سيجمويد كولون او ديسندنج كولون او جزء اللي هو ليفت. عاده ليفت ثيرد لكن اختلفوا فيه ليفت ثيرد اوف ترانسفيرس كولون. كل ده لو في انفلاميشن هتروح للنمبر ريجن. في حاجه تانية بتطلع بس انتم مش واخدين بالكم منها ناسيينها. احنا كل تركيزنا على الجي اي تي. فانا معاكم في الجي اي تي يا مرحبا. دايما يا اولاد الكلوكا بيطلع منها يورينال. فاليورينال بلادر والجروستيت واليوريثرا كل دي بيجي منها. خلاص يا شباب. يبقى اذا لما بين جالك عيان وفي الهايبوجاستريك ريجون دايما افتكر الهايند جات وافتكر كمان اللي طالع منها يورينري سيستم. ده اسمه ديفرنشال دايجنوز. انا بحط في دماغي الالم ده ممكن يكون كذا وكذا. وعشان كده يا ابني انت بتتعلم كل حاجه لانك انت قدامك مريض خلاص وجاي الم هنا سواء في الجاستريك او امبلايكال او هايبوجاستريك او رايت هايبوكوندريم او ليفت هايبوكوندريم. ادي نسميها رايت وليفت لامبر او الياك فوس رايت وليفت. فانت بتحط دماغك الصوره. وعشان كده انا عايزكم تتخيلوا الصوره دي يا اولاد وتصوروها بعينيكم. لان هو ليه العلماء قسموا الابدومن الى ريجونز او كوادرانس فور ريجون او ناين كوادرانس تو لوكالايز الابدومنال اورجانز. امتى؟ وين يو ار اكزامينينج ذا بيشنت. ما انا هتفرق معايا ايه لكن تفرق معاك وانت بتفحص المريض. لما بتيجي مش تعمل حاجه اسمها ابدومينال اكزامينيشن انسبكشن هتشوف ايه؟ بلبيشن. هتحط ايدك على ايه؟ خلاص. وبعد كده اي حاجه ثانيه اوسكالتيشن. بنعمل اوسكالتيشن في البطن ليه؟ عشان نسمع الاورجان. تسمع الاورجان؟ ويتش اورجان؟ بص يا ابني استغرق نسمع القرقع على البطن. لا انتستنال ساوند. وفي حاجه ثانيه ممكن تسمعها لو في حاجة مشكلة في الأورطة حاجة ممكن يبقى شمس تيربلانس والتيربلانس تعمل صوت بس مش مشكلة. خلينا انتستنال ساوند. انتستنال ساوند رهيبة جدا رهيبة جدا. عشان كده أي مريض بعد العملية لازم نسمع ايه؟ الرجل معناها ايه؟ عشان اتحركت ولا هي تروجن او فيها لو اتحركت معناها شغاله كويس يبقى العيان تقول له اتفضل كل واشرب. ما اتحركتش ومفيش فاس وطلع يبقى العيان عمره ما ياكل لغايه لما التستن تشتغل. خلاص يا شباب نرجع تاني لايه؟ كنا بنتكلم على في حاجه تانيه اللي هو البنكرياس. فانا عايز حد يقول لي فين البنكرياس مكانه فين؟ البنكرياس الجاستريك بوستيري الجاستريك ريجن بوستير ورا الاستومك صح فيكسد اون ذا بوستير ابدومن. ففي ترانس بايلوري برين. ايوه ترانس بايلوري برين. ايوه ذا بانكرياس ستارت فروم ويذين ذا كونكافيتي اوف ذا ديودينم تو ذا سبلين. يعني من الاستومك اند فروم ذا ديودينم تو ذا سبلين ترانسفيرس. فهو ثرو ذا ترانس بايلوري برين ال1 ترانس بايلوري برين ال1. خلاص يا شباب دي الحاجه اللي انتوا. فاضل لي حاجه ثانيه اللي هو الليفر. وانا عايزكم قبل ما تتكلم على الليفر بص عليه لف الصوره كده للكل عشان كل بالراحه
عشان الناس يشوفها فين فين الليفر. ليف كمان لف بس استنى شوية لف المجموعة الرابعة هلا زي شفت الشوايه انا عايز ننزل وهو بيلف الاولاد ريليشن اوف ذا ليفر تو ذا فريم وات از ذا ريليشن اوف ذا ليفر تو ذا فريم ها ايش انفيريور لي تو ذا دايفر الله بابو لو لوك انا بابو في ذا ليفر ما فيش ابر لوك رايت او بص معلش هسال خليه يشوف الليفر والدافع وات از ذا ريليشن اوف ذا ليفر تو ذا فريم لا بس بس انفيريور تو ذا دايفرام صح ها صح هو اللي يرفع الدايفرام درجه زي كده لا ثواني ثواني قولها تاني قولها تاني الدايفرام درجه زي كده هلو يعني خلينا بس ايه علميا ذا ليفر لايز بيلو ذا دايفرام ايميديتلي على طول اللي يفصل بين الليفر والدايفرام اللي هي صف سبيس اللي هي الجنرال بارت اوف ذا جنرال ريتيرن وفي حاجه ثانيه بقى ذا دايفرام از direct contact with the liver في حاجة اسمها beer area عندي right left beer area وright beer بس right هي الأهم beer area is clinically very 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 important clinically إيش هي beer area of the liver clinically very important طيب أنا أبغى أعرف في حاجة تانية يبقى لما liver يولد very directly related to the diaphragm يبقى liver يتحرك ولا متحرك مع ايه مع الدايفرام مع الدايفرام والدايفرام بيتحرك انت مع الاسبيريشن اكسبيريشن وشفت اناتوميكال داتا بسيطه بس استخدمها when you examine the liver ask the patient to take a take a breath تحت ايه بقى تحت الكوستال ريب كوستال مارجن يا كوستال ايه الفرق بين الكوستال ريب والكوستال مارجن هذيك فوق وهذه تحت هذه ريب بونز وهذه لا لا انا عايز هيكل عظمي هيكل عايز حي لكن يا اولاد انا عشان بدل ما ابص على دي انا عندي هياكل ما شاء الله كتير قوي فبليز بليز فيل ذا كوستال مارجن انا هحطها هنا وانتوا تنشروا عليكم وين يا بص يا ابني في حاجات بسيطه كده لو انت تخيلتها الامور هتبقى ان شاء الله فيري سمبل دي اللور دي اسمها كوستال مارجن هذا الاسترنم وهذا الزايف استرنال بروسس وبعدين هنا هذا الكوستال مارجن يعني الكوستال مارجن بتاعت 7 وبعدين 8 وبعدين 9 وبعدين 10 دي اسمها كوستال مارجن ودي اللي احنا بنحسها في المريض لان الكوستال مارجن عندي حاجتين فيها ريليتد تو ذا انفيريور هنا ريليتد تو ذا انفيريور بوردر اوف ذا ليفر اللي انتم شايفينه عندكم هنا اللي انا قلت لكم خلي بالك منه ذس از ذا انفيريور بوردر اوف ذا ليفر خلي بالك يا ولاد عشان برضو ملحوظه لو سمحتوا الحاجات دي كلها هاردند يعني ايه بيكيم هارد بقت ناشفه زي العظمه زي الراس اللي هنا فاهم يا شباب ليه بيكوز اوف ذا ارتفيشال مش عارف ايه فورمالين ولا لكن ان ذا هيومن لما يجي لك عيال ما تتوقعش ان الليفر ده حاجه هتحسها بايديه It is soft organ. عارفين يعني soft organ؟ يعني ايه بقى؟ أزلة. أيوة. لا هي soft. soft. جواد اسمع يا هذا الكلام يا هذا soft. soft. هذا اللي يشوف هنا. هذا fair. 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 صح. ماشي أنا هقول لك حاجة أنا دائما لأن إحنا يا ولاد مدارس وتعلمنا أنا تعلمت في مكان وأنتوا تعلمتوا في مكان. فلو قلت لي هنا soft هقول لك حاضر. ماشي انا ما اقدرش اتكلم انا يعني عقلي مفتوح لكم كلكم لاي مدرسه تانية لان العلم واسع جدا وكبير جدا وكل واحد له طريقه المهم انك تعرف في لما تيجي تكشف على عيان لما تيجي تكشف على عيان وعنده ماس تقول لي الماس دي هارد ولا فير ولا سوفت فالليفر سوفت سوفت وبالتالي عشان تعمل له اكزامينيشن لازم انت تكون فيري اكسبيرت عندك الخبره انك انت تحددها فكل دي ان شاء الله بتيجي بالتعلم فنبتدي بقى بالليفر انا عندي بص يا ولاد تخيلوا المنظر ده ادي عيان جالي والعيان ده اشوفه قدام اهو هركب ده على ده يبقى الليفر هنا في المنطقه دي في الرايت دي اسمها ايه رايت هايبوكوندريك وجاي هنا كمان الجاستريك وخش على الليفت هايبوكوندريك شايفين هنا المنظر ده بدور الليفر On the patient. Right.
يبقى لو انت تخيلته رايت ايه هايبوكوندريك وبعدين بيجاستريك وخش كمان على الليفت لوب يعني هو ليفت لوب ورايت لوب خلاص يا اولاد الله يعني انا لو حطيت ايدي في الميد لاين هنا في الكوستال مارجن هنا في المنطقه دي احس ايه الليفت ماشي الليفت لوب اوف ذا ليفر يو كان بالبيت ات فانت البالبيشن يعني ايه تحط ايدك على العيان فانا هل اقدر احس الابر بوردر الليفر هنا يا اولاد لا ما احس ليه ما اقدرش احسه لان الكوستال مارجن الكوستال مارجن والريبس موجوده ما اقدرش احسه امال احس فيه ايه بس عاده في بوردر ويذين ذا كوستال مارجن ده الرايت لو طب في الميد هنا بص يا اولاد هنا بص هنا خليكم معايا هنا في المنطقه دي لو احنا خدنا شايفين المنطقه دي ديف ستيرنم والامبلايكس المسافه اللي بينهم حاسين نصين يو هير يو كان فيل ذا انفيرور بوردر اوف ذا ليفر هنا يا دكتور هنا ولا هنا ادي الكوستال مارجن بتاع انا احس حط طلع لي الكوستال مارجن اللي هي ديف ستيرنم الامبلايكس فين يا ابني الامبلايكس هنا المسافه اللي في النص بينهم اللي في النص يا ده هنا يبقى انت هنا اللي ترسم الليفر لو انفيرور بوردر اوف ذا ليفت لوب ميد لاين بتوين ذا امبلايكس اند ذا ديف ستيرنال خلاص طيب هنا امال ايه تاني بص يا اولاد ايه الكوستال ريب دي عشان اخلي تو بي ايبل تو بالبيت ذا انفيرور بوردر اوف ذا ليفر واحد اسك ذا بيشنت تو تيك ا ديب بريث عشان اخلي ايه ها ليه الدفرام ينزل ولما الدفرام ينزل وبالتالي كده عشان كده لما تيجي وين يو اكزامين ذا بيشنت هتبتدي ازاي بقى هتبتدي في الرايت اليك فصه ايوه وابتدي ايه اخلي العيان ياخد نفس يا فهد يا دكتور ده ما انا بريح نفسي تعال جنبي عشان اشرب ايوه انا عايز اشرب بس دي بس ده اللي حال عندي بالله خلي عندي انا بس يا جماعه انا عايز هيكل اشتغل عليه خلاص لا عندي حاجه ارغز اشوف الدكتور الله يصلحه بس دكتور ما بديك دي اسبايليشن صح ايوه طيب انا اقول لك يعني تشهد ايش معناها دي بريس او دي ليش ما بتسحب النفس تحت عشان ينزل الكبد طب انا عكسك اسمك النهارده عبد الله اسمه عبد الله الله يسلمك اسمه مصطفى بص يا مصطفى لما يكون العيان نايم على السرير ايه اللي هيحصل لما تساله ياخد ديب بريث هيحصل ايه ينزل الدفرام ينزل فين الدفرام يعني كده ايوه صح وبرده انفيرير لا ها وبعدين ايه اللي يحصل تنزل الليفر وبعدين طيب اقول لكم حاجه ظريفه قوي عشان برضو ايه انا هترجم بص يا ولاد احنا بنتكلم ايه الراجل ده واقف وقلت له خد نفس عميق ابتدى الدايفرام ينزل والليفر ينزل بس خلي بالكم نرجع تاني الراجل ده هخليه على ترابيزه الكشف واقول له خد نفس تحس ايه بقى مع الريسبيرات انسبيرات والاكسبيرات موفمنت ذا ابدومن جوز اب اند داون طب ما تطلع فوق مع ايه انسبيريشن وتنزل لتحت مع الاكسبيريشن ليه عشان الهواء دخل طلع هواء دخل وطلع فين معاك انا معاك واحده انزلان وبعدين يدور يبقى لما وانت نايم والدفرام يتحرك تو ذا بيلفيك سايد فهمت ما قلتش لا طلع ولا نزل هو انت العيان نا قدامك نازل يبقى الدفرام يتحرك تو ذا بيلفيك سايد اسبيكت هيبتدي يحصل ايه ريز ذا انتيريور ابدومينال وول عشان كده لما سعادتك تنام وتاخد بالك او واحد نايم قدامك تلاقي بطنه بتطلع وتنزل بطنا علامه ان هو حي يرفع بيتنفس كده فكذلك زي انا بس بحب اعكسه شويه خلاص يا اولاد يبقى اذا اكزامينيشن اوف ذا ليفر انا يهمني في حاجه اسمها الابر بوردر اوف ذا ليفر والرايت بوردر اوف ذا ليفر والانفيرور بوردر اوف ذا ليفر الرايت بوردر يا اولاد دايما مع الريبس خلاص ما انتهت يبقى تطلع بس يحد انا عايز الابر بوردر اوف ذا ليفر فالابر بوردر اوف ذا ليفر ريليتد تو ذا دايفرام دومز اوف ذا دايفرام واحنا عارفين الدايفرام عندي رايت دوم وليفت دوم والرايت دوم اعلى شويه من الليفت دوم مش كده فطب تقريبا ليه فين الرايت الدايفرام ده السيرفيس اناتوم بتاعه فين الدوم بتاعته الدوم يعني ايه الليفت
أعلى حاجة. الدوم أعلى حاجة. بعد إذن الله. حاضر. ان شاء الله نشر ونص. خلاص انت وغزال ونص ساعه كده. طيب باذن الله. ساعدك الاوراق يا برو. لا. كلم يا عم. اقول الاوراق مثقله عليك، نساعدك شيء. درجات الهمومه بادي تعرفنا حلوه. اه يا اولاد يا انت. خلاص يا اولاد. معاك شغل شريك. نرجع تاني. فالأبر بص يا اولاد، دي حاجه ظريفه قوي، دي حاجه ظريفه. مشكله الليفر يا اولاد ان ممكن يكون نورمال سايز، ممكن يكون انلارجمنت اللي هو هيباتو ميجالي، ممكن يكون شرانكن. هيباتو ميجالي يا دكتور؟ صح، هيباتو ميجالي صح. واسمها شرانكن يعني حجمه صغير. في مصيبه ثانيه احنا لسه بنقول. بص يا اولاد، احنا عايزين ناخد المعلومه ككل كده. احنا لسه بنقول ايه؟ ان الليفر از دايركتلي ريليتد تو ذا اندر سيرفيس اوف ذا دافرام. تحشيه على طول. امال فين مين اللي اوفر ذا دافرام؟ مين اللي فوق الدافرام؟ انت اللور. لا يا شباب، يا شباب، يا شباب، يعني احنا خلصنا من هناك، جيت هنا تعالى جنبي. مش كاهنين منه هو. لا لا لا، انا فهمت قصدك. هو المشكلة. لأن ليه بقى؟ لأن لما جبته هنا عمل مشكلة هنا. خلينا يا أولاد فاضل دقايق ونمشي، فاضل خمس دقايق. فيبقى إذا الليفر برضو عايزكم تفكروا، أنا ما أقدرش أقول الليفر اللارجد وعندي مشكلة في الثوركس، لأن أدي الدايفرام فوقي اللانج والبلورة والهارد، خلينا في اللانج وتحتيه الليفر. يبقى لما الليفر ينزل لتحت قد تكون مشكله في الليفر، وقد تكون العيان ده عنده انفيزيما كرونيك بالمونر اوبستراكت اللي هي في مرض اسمه انفيزيما. والانفيزيما دي اللانج عامله لوسوف الاستيسيتي، واللانج بتكبر وتوسع كده، فكانك تيكينج ا ديب انسبيريشن بارالتشست انفيزيما، فدي تخلي الليفر ينزل لتحت. خلاص يا ولاد، فعشان كده دايما بقول لكم خلي بالكم ايه اللي فوق الدايفرام وايه اللي تحت الدايفرام. فاللانج ممكن تاثر على البوزيشن اوف ذا ليفر والعكس. سعادتك واخد لانج شرانكن، يبقى الليفر يطلع فوق. المهم احنا عايزين نعالج الدوم اوف ذا ليفر. فانا عندي الدوم اللي ضرب عندكم، افتكروا دايما النيبلز يا ولاد. مكتوب عندكم ايه بقى في الورق الدكتور؟ ابر بوردر، حط خط الف وب وج. الف فين يا ولاد؟ باراسترنال. باراسترنال فين؟ في عندك نقطه الف وب وج اي بي سي. رايت نيبل. فين الرايت نيبل يا اولاد؟ في الرجاله الامور سهله، لان ذا بوزيشن اوف نيبل ان مين از فيكسد. لكن انا عندي البوزيشن اوف نيبل ان وومن از فيري فاريبل، فيري فاريبل. حتى وهي واقفه، حتى هي نايمه، ذا 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 طب مالك بقى صغيره كبيره عجوزه شابه، تفرق. ذا بوزيشن از فيري فاريبل، لان النيبل بيبقى او البريست بيبقى ممكن يتحرك. لا خلينا في النيبل يا فهد. فاريبل النيبل فاريبل. فاريبل فين؟ ومن ليه؟ خلاص ده اتجاه الكف الكلو والعرض التكوين. Which space? Which rib? Fifth. خلينا الفيفث. مش fifth poster card. طيب اقرا تاني يا محمد الانتربتر. يبقى خلي بالك يا اولاد، في النبل، في النبل في الرايت اللي هي ايه؟ في الرايت سايد. وفي بي لا لا انا عايز سي بقى. سي 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 يبقى بص يا اولاد، لو احنا خط في الرجاله من الرايت نيبل للليفت نيبل، تقريبا تقريبا هاخد ذيس از ذا بوزيشن اوف ذا دوم، اعلى حته في الدايفرام. اللي فوقيها هيبقى اللانج مش كده، واللي تحتيها هيبقى ايه؟ الليفر، ابر بوردر اوف ذا ليفر. احنا بنعملها كلينيكال ازاي بقى يا اولاد؟ كلينيكالي ازاي تتعرف على الليفر؟ بنعمل حاجه اسمها بيركاشن. اسمها بيركاشن. ايه ده؟
على اي بقى؟ على الرب. على الرب صح صح. بطلع انزل اطلع من فوق وانزل وانزل لغايه لما البركاشن يتشينج ان ذا ساوند. Change in the sound. يبقى يحصل dullness of the sound. يبقى سعادتك اللي عرفت هنا في الأبر بوردر. يبقى resonance of the lung تختفي مع dullness of the liver. صباح الخير زي كام. خلاص يا أولاد. يبقى أنت كده بتحدد. يبقى أول حاجة حددها زي كلينيكالي. Percussion. Percussion. يعني Percussion. أدق على الربس لين يتغير الصوت. ما تدق على نفسك يا ابن. تدق على نفسك. أيوة. أيوة. بس تطلع من فوق وتنزل لتحت. اني انا طلعت من فوق. الميد كلافيكرا لاين. خلاص يا ابني يبقى كده تو ديتيرمين ذا ابر موجود هنا الليفر. هنا الليفر موجوده موجوده والله انك معوق. خلاص يلا يا محمد قول النقطه الاخيره اللي حاطه بالساعد الليفر هنا. يا رب اخلص علي. لا قولها تاني يا شباب محمد. هي تنسرد فين تنسرد؟ اللي هي بنسميه سبكوستال بلين. سبكوستال بلين تحت الضلع نمرة 10. آخر هذه بداية آخر حاجة تحسها الضلع نمرة 10. لا أنا بتكلم بص يا ابني على الانفيرو بوردر صح؟ مش عندك ليفر؟ لا. متأكد؟ خلاص يا شباب فابتدي من التنس كوستال كارتريج وابشي فين يا ابني لغايه ها لغايه الليفت اللي هي بقى فيفث انتركوستال سبيس اللي هي الايبكس اوف ذا هارت. تمام يا شباب كده وانا ماشي كده يا اولاد شايفين انا ماشي فين ايدي فين بقت في الامبرايكال ريجون وهتبقى ميد واي بتوين ذا زيف ستيرنم الامبرايكس. وعشان كده لما اجي اكزامينيشن اوف ذا ليفر يا اولاد انفيريور بوردر اوف ذا ليفر عندي حاجتين. بص يا اولاد اول حاجة هحدد الابر بوردر اوف ذا ليفر فما تجيش الا بالبركاشن. شايفين الصوت يحصل ريزونانس ونيجي هنا يحصل دالنس فاخدت علامة كده وانزل هنا خلي بالكم الهارت في النص عشان ما حدش يقول لي لا فاخدنا هنا في الرايت سايد يبقى ده حددنا الابر بوردر. ابتدي من هنا باجي من رايت إليك فصة وخلي خد نفس واطلع فوق خد نفس خد نفس وهو بيخش بدا خد نفس لغايه جيت هنا عند السب كوستال مارجن واخد نفس الاقي في حاجه بتعمل ريزيستنس. اوعى تفكر ان انت كده هتحس الليفر هتحس فيه ريزيستنس بس لان نورمال ذا ليفر از سوفت ما نقدرش نعمله. لكن امتى احسه بقى؟ لو كان سيروتيك ليفر. سيروتيك ليفر يصير هارد. خلاص خلاص يا ولاد. أيوة. بقى نحس برضو الانفيرو بوردر ذا ليفر ميد لاين. لا في الميد لاين خليكم معايا في الميد لاين. ادي الميد لاين برضه هاجي هنا من الامبرايكا ريجون خد نفس خد نفس هو ياخد نفس وانا ازق ايدي لتحت والفوق بتبقى مش زيك مش لورا ولا لفوق بيبقى جاي بوستيرو سوتيرو. ها خد نفس خد نفس لغايه الميد لاين هنا كيف فهنا ان بتوين ادي الامبرايكاس وادي الزيف استرنال مارجن في النص بينهم المفروض هو جاي كده يعني مايل يا ابني اهو عشان كده بقول لك بص هنا ليه وثواني يا حبيبي ثواني 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 يا هنا سبكوستال هنا ميدوي بين ذا زيف ستيرنم اند امبرايتس. يعني هنا طب وين يو اكزامين ذا بيشنت لازم نستفيد من النقطه اللي هي ايه ذا ريفر موفز اب اند داون وذ انسبيريشن. طب والعيان يبقى هيبقى بيلفيك سايد او ثوراسيك سايد يا اما ينزل ناحيه البلفس يا اما يتحرك لناحيه الليفر. وعشان كده الابدومين بتطلع وتنزل اب اند داون دورينج انسبيريشن. عايزين تفتكروا المعلومه ديت واحد نام وشوف بطنك بتتحرك ازاي. مش كده؟ ما هو انا واقف كده وانا واقف كده وشوفوني التنفس هتلاقي بطنك بتطلع لما ترجع لك. طب وانا نايم هتطلع لفوق حسب الديركشن نفسه.
خلاص يا اولاد. فاضل لي بس بعد كده سيرفيس اناتومي اوف ذا جول بلادر، والجول بلادر حته واحده اسمها الفندس. والفندس اوف ذا جول بلادر، بص يا اولاد الفندس عاده شايفين هنا المفروض تكون هنا. بص يا اولاد في مصطلح اسمه بيبينج اوت. بيبينج اوت يعني ايه؟ عارفين المتلصص الحرامي يجي من فوق السور كده ويبص عشان يشوف من جوه. فالجول بلادر فندس فيبس يعني تيجي من عند الفيلو بوردر اوف ذا ليفر وتبقى ان دايركت كونتاكت وذ انتيرا ابدومينال وول. خلي بالك يا اولاد ذا فندس اوف ذا جول بلادر از ان دايركت كونتاكت وذ انتيرا ابدومينال وول. دي نقطه مهمه. طب يبقى السيرفيس اناتومي بتاعها ازاي؟ ما دام على الانتيرا ابدومينال وول يبقى فالبابول كان بي بالبيتد دورينج اكزامينشن. فلازم نحدد مكانها فين يا اولاد؟ في الليفت الليفت ولا في الرايت؟ في الرايت. اوعى حد ينسى في الرايت ساب كوستال مارجن. عارفين بقى تيب اوف ذا ناينث كوستال مارجن رايت ناينث كوستال مارجن. طب نعرفه ازاي تيب اوف ذا رايت ناينث كوستال مارجن؟ واحد من ثلاثة اخر شيء فوق جول بلادر الرايت جول بلادر يا ولد ايوه اخر شيء تن فوق 10 يا حبيبي. شو طيب اخر شيء بس بقى اللي خليه عد عشان ايه اللي برنا كم مره 10 10 من العاشر 5 الى مايه من العلماء بيفكروا وانا انت عالم العلماء ما تقدرش تكلم. هو قال لي هنزل على 10 فانا قلت له لا قال لي 10 وهطلع على 9 قلت له ماشي. قال لي لو سمحت تعيد الليفر وين نحسها ولا جول بلادر؟ ما انا لسه هقول الجول بلادر لسه ما قلتش جول الليفر ثاني مره بعدين. لا لا جول بلادر الاول. جول بلادر خلاص انا خلصت. جول بلادر فين مكانها يا اولاد؟ في الليفت سايد صح؟ لا رايت مش كده؟ رايت ايه؟ رايت هاي مكان دريم. ده جول بلادر از ريليتد تو ذا رايت لوب اوف ذا ليفر مش كده؟ يبقى معناها في الرايت سايد دايما 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 الا اذا فدايما في الرايت سايد. فين بالظبط بقى؟ ذا فندس اوف ذا جول بلادر از ان دايركت كونتاكت وذ ذا انتيريور ابدومينال وول بيلو ذا انتيريور بوردر اوف ذا ليفر وبالتالي يو كان بالبيت ات. طب فين نعملها بالبيشن؟ ريليتد تو ذا تيب اوف ذا رايت ناينث كوستال كارتل. تيب اوف ذا رايت ناينث كوستال كارتل فين مكانهم؟ 1 2 3 فاكرين الترانس بايلور برين؟ ايه يبقى في الترانس بايلور وذ ذا ترانس بايلور برين مين ذا رايت كوستال مارك. نمره 1 تسمع عن ريكتس ابدومينس ماسل؟ ايه فين ريكتس ابدومينس ماسل؟ تحت مع اللي معك اللي يجيك مع ورا لا على جسمك مش عايز كلام. ياد حط عدل فين ياد؟ هنا هنا. لا انا عايز ناحيه واحده بس وان سايد. ايوه صح كده. فين يا ابني؟ من هنا ياد في النص ياد خلاص من هنا على جوار الميد لاين. خد الميد لاين العضله اللي جنبيه كده بقى ده فين يا ابن الركبه اللي معاه اللي تجيك معاه الكدني هي صح؟ انا معاك هنا. بص يا اولاد مش انتوا ان شاء الله تروحوا البيت كده وكل واحد يشوف بطنه كده هيلاقي في عضله كده متقسمه فارا ميد لاين على جانبي المنتصف. اللي ما كانش كده هاتوا صور الرياضيين بتوع كمال الاجسام وبتوع الرياضيين كده تلاقي على بطنهم كده بطنهم متقسمه كده. فين بالظبط؟ هنا ولا هنا ولا في النص؟ في النص. ادي الميد لاين وعلى جنبيه على جانبي الميد لاين ريكتس ابدومينس. فاللاترال بوردر اوف ذا ريكتس ابدومينس والميد ذا كوستال مارجن رايت كوستال مارجن في التيب اوف ذا رايت ناينث كوستال مارجن. هنا بتحس في حاجه ثانيه. الخط ده لو واحد رفيع كده ثين انديفيديوال مش كرش انديفيديوال تفرق كتير قوي. لو كرش انديفيديوال مش هتعرف اي حاجه خالص لا ريكتس ولا اي حاجه. لكن ثين انديفيديوال هتلاقي يقول لك ايه ذا لاترال بوردر اوف ذا ريكتس ابدومينس بيعمل زي خط كده اللي هو سيم لينيا سيميليوناريز. لينيا يعني خط وسيميليوناريز. فده ذا ويل ميت ذا كوستال مارجن ذا رايت اوف ذا ناينث تيب اوف ذا ناينث كوستال كارتل. يبقى هي ثلاث حاجات يا اما ترانس بالور بلين الواحد يا اما لاترال بوردر اوف ذا ريكتس ابدومينس يا اما برضه لاترال بوردر اسمها لينيا سيميليوناريز كل دي مع التيب. طب انا ليه بعمل اكزامينيشن يا اولاد للفندس؟ كلينيكالي فيري امبورتنت في الكوليسيستايتس. ولما كمان المصيبه مش كوليسيستايتس بس لما تتقفل السيستيك داكت الجول بلادر بيكبر خلاص ممكن بقى يا اما البايل يا اما يكون في باس انفكشن.
في امبايما وفي جول بلادر. فحاجه اسمها بص يا اولاد تعملها ازاي بقى؟ ادي الكوستال مارجن بحسه على اليمين وابتدي حفل كده انا اطلع كده واخلي العيان دايما خد نفس واروح داخل. لو في عندنا بوزيتيف ساين هتخلي العيان يبقى فيري بينفول بين ويتخانق معاك ويشتمك ويضربك. انت بتكشف عليا ولا بتخلينا كده يا معزي؟ فتخلي بالكم يا اولاد دي اسمها فاندس اكزامينيشن اوف ذا فاندس اوف ذا جول بلادر تيب اوف ذا رايت ناينث كوستال كارد. ثلاث حاجات يا اما ترانسبالور بلين وذا ترانسبالور بلين ميت ذا رايت كوستال كارد يا اما لاترال بوردر اوف ذا ريكتس ابدومنس ميت ذا كوستال مارجن ولا كارد كوستال مارجن. الكوستال مارجن يا ابني ايه انا قلت لكم دايما تحسوه على جسمكم. الكوستال كارترج ده اي واحد من دول لكن الكوستال مارجن واحده يمين رايت وده ليفت. خلاص يا شباب خلاص ده بالنسبه للليفر. نيجي للليفر بقى اخر شيء خلاص. طب انا استاذنك بص لي على الصوره دي يا اولاد انا خليكم تبصوا عشان تعرف الليفر فين يا اولاد. يبقى الليفر فين يا فندم؟ رايت هاي ممكن دري بس اميديتلي تحت بس الدفع. لا مش عارف دي يا واحد ولا في جاستريا وتروح للليفت. بعدين يا شباب بعدين لما تخلصوا انتوا راح تحطوا المجموعات كلهم يبعثين كلهم مع بعض. بعدين لما تخلصوا تكونوا في السيارات خلاص مع الساعه اوف الساعه كلهم الفات وذي شغالين فوق. بعد الساعه 10 انتوا حتى الساعه 9 خلاص الساعه 10 حتطلعوا فوق السكيل هذا القسم على الجروبين خلاص القسم والتساوي هم على طول لا القسم على الجروبين مع الساعة 10 تجي الساعة 10 كلهم قاعدين السيارات بتاعت مصر الساعة 10 تطلع فوق السكيل هذا القسم على كم باقي طيب فوق ساعة يا ابني الساعة 10 طيب بعد الظهر بلاش دلوقتي لما تخلصي الصبح تروح تشوف بعد الظهر لسه ما خلصتيش الصبح كملنا يا دكتور المتعة كمل المتعة يا دكتور يا فهد فهد للكل فهد لا انا بقول كده يا فهد عشان الكل كلكم فهد يا فهد where the river in your body right high your top magisterium left high magisterium بضحى انا عليها في جسمك انا ليه دعوه رايت هايبوكندريوم ايوه بيجاستريوم ايوه تمتد احيانا للليفت مش احيانا ده اكيد اكيد لا بدها صغيره ماشي اللي انت عايزه هقول لك صح خلاص لكن نمره واحد فين في الرايت هايبوكندريوم نمره اثنين في بيجاستريوم ماشي مش هقول لك طب جميل جدا الليفر عايزك تبص لي عليه كده لفه لناحيتك يا ابني وكلكم تبصوا عليه يا اولاد من فوق في ابر بوردر من على اليمين رايت بوردر من تحت انفيرور بوردر شايفينه كلكم؟ لو انا سالت فهد سؤال فين الرايت بوردر بتاعك يا ابني؟ جميل جدا صح؟ هو صح؟ هنا بقى العلماء قال لك نحط نقط يا ولاد. فين الابر بوينت وفين اللور بوينت؟ اوكي. فانا عندي دلوقتي الابر بوردر في عندي نقطتين. ها فهد يقولهم ومحمد هيقول لنا ربنا يكرمك اي ان سي اي ان سي ها فين الليفر من فوق؟ ازاي تحط خط من فوق؟ تحت الدايفرام تحت الدايفرام ممتاز مع يبقى مع الابر دوم هو ليفل وذا ابر بوردر اوف ذا نحسه فين نعرف احدده فين على العيان الدايفرام الليفر او الابر بوردر اوف ذا ليفر نحسه على العيان محمد يا سلام ربنا يكرمك قول بقى في الرجال عند النبل ليفل اوف ذا الدايفرام ما هو الدايفرام على بص يا ابني الليفر كده والدايفرام نايم عليه كده ايه اللي يفصل بينهم الدوم سبيس طب ده دراجون سبيس غريبه جدا على فكره واحنا طلبه زيكم اللي كنا بنمتحن مع الجراحه بنمتحن اناتومي سيرجيكال اناتومي فمعروف سؤال يعني ايه يعني لازم يجي طب ولا لازم يجي تعمل فيه ايه تحفظه انت مفيش حاجه اسمها ذاكر تحفظه فاهم يلا
واحيانا في ذكريات الشباب الحلوين الصغيرين زي كذا يقعد يفتكر حاجات من 50 سنه فاتت. انا ايه اللي فكرني بيه يعني هي ده. والشيء بالشيء يذكر. احنا بنتكلم عن دايفرام فالشيء بالشيء يذكر. كمل يا جميل. يبقى عرفنا الابر بوردر. ايوه بس قلت لك الابر بوردر بيختلف من سعادتك بتاخد نفس انسبيريشن ولا اكسبيريشن. مع اكسبيريشن هينزل اكسبيريشن هيطلع. يبقى فاريبل. نمره 2 هل عندي ديزيزز اوف ذا لانج انفيزيما ولا تنزله او عندي مشكله في الكولابس اوف ذا لانج او في عندي مشكله ثانيه. هل الليفر فيه مشكله الليفر انلارجمنت ولا الليفر فايبروز سلو شرانك. تفرق كل حاجه. عشان كده ان شاء الله هتاخد الحاجات دي تبقوا اساتذه فيها ما شاء الله. دلوقتي الدفعات اتخرجت وشغاله في المستشفيات وزي الفل. مش كده انا بروح مش عارف ايه الاقي الشباب اللي زيكم بس ما شاء الله يعني في ناس انا بشكرها جدا. مع هم مش موجودين دلوقتي بس لما بيشوفوني بيجروا عليا يا اهلا يا دكتور ازيك انت طلعت عينينا في اليوم من بعد انت مش عارف ايه ويسيبوني بقى لوحدي بس بيكرموني جدا هنا دلوقتي وفيكوا كمان. خلاص يا اولاد لانه كنتوا النهارده طلبه وبكره هتكونوا زمايل مش كده. المشكله الدنيا بتتقلب. الدنيا دايما بتتقلب يا اولاد. صغير اليوم كبير الغد. طب وكبير الغد كان لا يزال كبيرا اكبر زياده. نعم ابقى عجوز كبير كبير يا بروف. يا ابني ايوه صح كبير عجوز يا بروف. يلا يا شباب يلا يا محمد يا فهد ان في ريبورت اهو هو اللي يقوله فين في ريبورت. هلا تنثرب صح قال لي تنثرب صح من هنا. طيب وهنا تو ذا ليفت قال لك حط خط بين ثلاثه انزل ثلاثه سب كوستال اللي هو عند التنثرب وحط خط مايل فده هنا هيبقى سب كوستال. عشان كده يا ابني لما تيجي تفحص من اكزامن ذا ليفر ها انا كل تركيزي هنزل من تحت واطلع لفوق تو ريتش ذا سب كوستال وبعدين اخش. طب وفي الميد لاين ما فيش سب كوستال. الميد لاين قلنا ميد واي بتوين ذا امبلايكس اند ذا سيرفيس كيزن ففي النص كده. فعشان كده زي ما قلنا بعد اذنك خد نفس خد نفس خد نفس. هو عاده مش هحسه لان زي ما قلت لكم نورمالي ذا انفيريور بوردر از سوفت لكن لو شفت حاجه ريزيستنس كده بتقدر. ودايما يا اولاد الكلينيكال سنس ما يجيش من مره ولا اثنين ولا 10. انا في مره من المرات فاكرين اكسيلر لينف نود ايوه كان في حاله. بص خلي بالكم عشان تعرفوا الجبروت بتاع الدكاتره بخلت خد بالك يا كانت عند بخلي بالك انتوا عارفين الاكسيلا مش كده ايوه. الاكسيلا فيها كام جروب اوف لينف نودز فيها كام واحده انتيريور ميديال واللي هو بنسميها فيكتورال انتيريور واحده بوستيريور ساب سكابولار واحده لاترال ادي ثلاثه واحده في النص سنتر اربعه واحده خمسه. فانا كان في حاله بريست وكان في راجل دكتور جراح ربنا يكرمه اذا كان حي او ميت ربنا يرحمه. وبعدين قال لي في لينف نود ايبيكال يعني فوق خالص. هو عنده كلينيكال سنس عالي جدا. انا كنت لسه صغير الكلينيكال سنس بتاعه قليل. فهو قال لي في الحته الفلانيه انا اخش افحص مش لاقي حاجه خالص. يا اولاد السنس ده بتاخدوه بالاكسبيرينس وكل ما تتعلم اكتر وكل ما تفحص اكتر وكل ما تتعلم تتعلم تتعلم. الطب يا اولاد علم اكسبيرينس علم براكتس وبعدين براكتس. واللي هيعلمك المريض. المستشفى هي اللي هتعلم. المريض هو اللي هيعلم والكتاب في جيبك وفي ايبك وفي شنطتك. وللاسف كان زمان الكتب دلوقتي بقى الكتاب لخصناه في ايه؟ كتاب. شلنا الكاف خالص. الله عليك لخصناه في كتاب. لانك انت ممكن بالتاب بتاعك هات يا ابني كم كتاب فيه؟ بس اللي يقرا. نقرا اللي يشوف افلام اللي يشوف نتفلكس الصور خلوا معلم الصور خلاص. فافتكر دايما في الكلينيكال اكزامينيشن انك انت هتتعلم تقرا وتقرا وتقرا وبعدين هاو تو اكزامين برضه تقرا وتتعلم ولازم الممارسه. بس طبعا دلوقتي مفيش فيزيكال اكزامينيشن حاجه جميله وحلوه. اي سؤال؟ شكرا الله يسلمك يا دكتور. العافيه يا دكتور يعطيك العافيه. شكرا شير رايك سبسكرايب